بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، نكمل الجزء الثاني من الموضوع مال التكامل العددي والتفاضل. هذا الجزء يخص النيوميركل ديفرنشيشن، التفاضل اللي هو أخذته بالمرحلة الأولى، كان تفاضل المشتقات. يعني إذا الدالة كانت عندك معلومة، يعني إذا كانت الدالة عندك مثلا f of x تساوي مثلا x تربيع، الدالة معلومة عندي، وأريد أنا أحسب الـ f dash of x المشتقة الأولى f dash of x شو تساوي؟ طبعا إذا الدالة معلومة نقول هي تساوي 2x، يعني المشتقة الأولى هاي الدالة عند x مثلا تساوي 1، فبس تعوض هنا 1 تطلع قيمة الدالة هاي. إذا كانت شنو؟ إذا كانت الدالة معروفة، الدالة كانت معروفة. التكامل العددي، التفاضل العددي العفو، وين نستفاد من هذا؟ نستفاد من إذا كانت الداتا اللي تجينا على شكل تابلت، يعني اكس واي بهذا الشكل اكس واي، اصلا الداله انا ما اعرفها شنو شكلها، اريد المشتقه، اريد المشتقه مثلا عند اكس تساوي 0.5 او عند اكس تساوي 1.5. شلون احسب المشتقه؟ طبعا انا هي اف اوف اكس مو المشتقه، شلون نحسبها؟ او بمعنى اخر، اذا كانت الداله الاشتقاق مالها التحليلي مور كومبلكس، يعني مثل هاي الدوال مثلا دالة ساين 3 اكس تربيع زائد اكسبونشال ناقص 3 اكس تربيع اكسبونشال 2 اكس، يعني طبعا قسم من عندهم قابل للاشتقاق، او مثل هاي الدالة فنقدر نشتقها عددي. طبعا اكو اساسيات بالمشتقة، ناخذ الفيرست اوردر ديريفيتيف بالبداية. فاذا عندي هاي النقطة، هذا يسمونه خط الاعداد او التايم لاين، يعني هاي النقطة اللي هي x، اكو نقطة قدامها يسمونها x زائد h، ال h اللي هي الستيب، طبعا هاي النقطة يسمونها الكورنت، الدالة هي هنا f of x، النقطة اللي قدامها يسمونها النيكست او الفورورد، النقطة اللي بعدها يسمونها البريفيوس، يسمونها باكورد. فاذا انا اريد احتسب مثلا عند النقطة 1، فالنقطة 1.5 يسمونها اللي هي الأمامية، النقطة 0.5 تسمونها النقطة الخلفية. طبعا انتم اخذتوا بالجزء الفاينل ديفرنس السابق اللي هو الفورورد ديفرنس والباكورد ديفرنس والسنترال ديفرنس اللي اخذتوه بالمواضيع السابقة، كان بهذا الشكل الموضوع اذا تذكرونه، كان بهذا الشكل. وإذا تذكرون forward difference هو delta F naught هي F1 ناقص F2، يعني الدلتا F هون عند النقطة، عند النقطة 0 هي النقطة السابقة الأمامية ناقص نفس النقطة اللي يسمونها الفورورد، يسمونها الفيرست فورورد، ونفس الحالة أكو second forward اللي هو الدلتا تربيع، والدلتا تربيع، شوف الدلتا تربيع هو دلتا في دلتا F naught، والدلتا F naught هي دلتا، طبعا دلتا F naught هي F1 ناقص F نوت، وتدخل عليها هاي الدلتا إذا تشوف هنا، إذا تشوف هنا هاي الدلتا تدخل على إذن، فتصير هنا عندك دلتا F نوت. طبعا ترجع تفتح هاي الدلتا F نوت هي تساوي F1 ناقص F نوت، والدلتا F1، الدلتا F1 لأن هو فورورد يصير F2 ناقص F1، طبعا بس ترتيبها تطلع بهذا الشكل، هاي الدلتا تربيع يعني F نوت باور، شوف دلتا F نوت هاي هو الدلتا، هذا يسمونه الفورورد يسمونه second forward difference، second يعني اقصد بها هاي second. ونفس الحالة بالنسبة للثيرد، وهكذا طبعا بالنسبة للباكورد اللي اخذته بالمحاضره السابقه. نرجع احنا لموضوعنا، احنا نريد المشتقه، المشتقه شو تساوي الاف داش؟ هي بالحقيقه هي دي اف على دي اكس، هي دلتا اف، اذا ناخذ الفورورد ديفرنس، الفورورد ديفرنس طبعا هاي الفورورد ديفرنس اللي تونا سبقنا وشرحناها، وهنا الباكورد ديفرنس،
نجي اذا ناخذ الفورورد ديفرنس دلتا اف داش هي دلتا اف على دلتا اكس، يعني دلتا اف على اتش، دلتا اكس هي تعادل دلتا. طبعا دلتا اف شو تساوي؟ هي اف 1 طبعا، اذا يعني دلتا اف اكس هاي اذا ناخذها بدلاله اكس، فهي النقطه اللي قدامها اللي هي اكس زائد اتش ناقص نفس النقطه، يعني اذا كانت اف نوت فهي اف 1 ناقص اف نوت، اذا كانت هاي 2 فهي 3 ناقص 2 وهكذا. طبعا هنا شوف هنا انا عوضت مكان اكس هي اكس نوت، فصير واحد على اتش دلتا اف نوت، والدلتا اف نوت هي اف 1 ناقص اف نوت، هاي دلتا اف نوت. طبعا هاي الصيغه يسمونها يدعونها 2 بوينت فورورد ديفرنس. طبعا فورورد واضحه هي، ليش فورورد؟ يعني هو اللي ياخذ النقطه اللي قدام ناقص نفس النقطه. 2 بوينت لانه استخدم فقط نقطتين. اذا نرجع على خط هاي الاعداد، هو سوى يريد المشتقه وين؟ يريد المشتقه هنا، يريد المشتقه هنا. فشنو عنده؟ عنده قيم الافات، الاف اوف اكس تساوي هاي القيمه ناقص هاي القيمه، تساوي المشتقه بهاي النقطه. نفس الحاله اذا نرجع، شوف هسه هذا الجدول الفورورد، اريد انا المشتقه وين؟ مثلا عندي البوينت 5، عندي البوينت 5، الدلتا اكس اللي هي الاتش 1 ناقص بوينت 5 اللي هو بوينت 5، شوفوا كل الستبس متساويه، 0.5 1 1 ونص 2. بس نجي للافات، ما لها غرض، مو شرط انه تكون متساويه، قيم للافات. فاذا اريد استخدم النقطه 2 بوينت فورورد ديفرنس، اقول 3.1 ناقص 1.5، هاي ناقص هاي يحسب لي المشتقه عدمن عند البوينت 5، هاي اللي نقصد بها هاي النقطه اللي هي الفورورد. طبعا الباكورد اذا نريد نطبق صيغه الباكورد، دلتا اف 1 هي تساوي اف 1 ناقص اف نوت، نفس النقطه ناقص النقطه السابقه، بس هنا اذا تنتبه هنا هي دلتا اكس نوت، دلتا اكس نوت. فهاي هي الصيغه اللي هي تكون دلتا اف نوت، يسمونها 2 بوينت باكورد ديفرنس. طبعا اذا نريد نشتقها بصيغة عامة، نستخدم طريقة نيوتن. إذا نجي بس جماعة الفورورد، طبعا الباكورد اكو صيغتين لنيوتن انتربوليشن، اكو وحدة صيغة للفورورد اكو صيغة للباكورد اللي سبق وأنا أخذتها. إذا ناخذ صيغة نيوتن فورورد انتربوليشن، هاي هي الصيغة سبق وأنا أخذتها، هاي الصيغة سبق وأنا أخذتها أنتم. فهي الصيغه انا اريد اشتقها اف اكس، اريد اشتقها لمن؟ اف اوف اكس، اريد اشتقها للاكس. بس هنا هاي الصيغه ماكو، تشوف بالطرف الثاني ماكو اكس، اكو ار. اذا تنتبه هنا تشوف اكو ار، المتغير ار، والار هو عباره عن اكس ناقص اكس نوت على اتش. طبعا اكس نوت والاتش يعتبر كونستانت، هو الاكس المتغير. فانا من اريد اشتق الداله الاف اوف اكس، فاقول دي اف على دي اكس هي تساوي دي اف على دي ار، اشتقها الار في دي ار على دي اكس اللي يسمونه تشين رول. طبعا الدي ار على دي اكس اذا اريد اشتق من هاي العلاقه اذا اريد اشتق دي ار على دي اكس يساوي دي ار على دي اكس يساوي 1 على اتش، يساوي 1 على اتش، لان الاكس هنا الاكس صفر مشتقته، فالاكس مشتقته واحد يبقى واحد على اتش. طبعا هنا بس تعوض هنا بهاي العلاقات، هاي طبعا هاي تشتقها مباشرة، هاي العلاقة تشتقها مباشرة، هاي تشتقها مباشرة بالنسبة لمن؟ الار، تعتبر ار هو متغير، بس تضرب الاشتقاق كله في دي ار على دي اكس اللي هو واحد على اتش. فشوف ضرب واحد على اتش، لا تنتبه، شوف ضرب واحد على اتش واشتق المعادله نفسها كتبها الى دي ار. شو المشتقه للدي ار؟ هذا طبعا صفر، لان الاف نوت تعتبر كونستانت، الدلتا اف نوت كونستانت ومفكوك الثنين وهاي، فيشتق بس الار. فهنا تصير دلتا اف نوت تبقى، وهنا 2 ار، لان تصير ار تربيع ناقص ار، تصير 2 ار ناقص 1. طبعا هنا من تفتحها انت راح تصير 3 ار تربيع ناقص 6 ار زائد وهكذا. هاي هي الصيغه للمشتقه، هاي هي المشتقة دلتا اف
دلتا اف داش اوف اوف اكس، هاي هي الصيغه. اذا نستخدم طريقه تسمونها اللي 3.4 3.4 هاي هي الصيغه، يعني نستخدم انه ثلاث نقاط، مو هاي كانت نقطتين، هاي كانت الصيغ كانت تستخدم نقطتين، اذا كانت 3 معناها يدخل بالحسابات مالته انه من يريد يحسبها تدخل عندك هاي الحد اللي هنا، هاي الصيغه 3. جد اف نوت داش واف 1 داش واف 2 داش، طبعا اف نوت يقصد الاكس، هاي الاكس تساوي اكس نوت، واذا اف 1 تساوي هاي الاكس تساوي اكس 1، وبالنسبه للاف داش 2 يقصد هاي الاكس تساوي اكس 2. طبعا اذا نشوف هنا هاي طبعا صيغه ال 3 بوينت، هاي الصيغه ال 3 بوينت اجى بس طبق هنا، بس طبق عليها العلاقه. فشوف هنا ات اكس تساوي اكس نوت، الار ايش قد قيمته؟ وهنا يريد يعوض عن الار، الار تساوي اكس نوت ناقص اكس نوت ناقص اكس نوت على ايش؟ يعني قيمتها صفر. الار قيمتها صفر، فهنا الار صفر، شنو يبقى من هاي المعادله؟ اذا تشوفها طبعا الاكس هنا تصير اكس نوت، تصير اف اكس نوت داش واحد دلتا ناقص نصف دلتا تربيع، هذا اللي بقى. بس هنا فتح هاي العلاقه، احنا يعني سبق وان ماخذينها شلون تطلع العلاقه. طبعا هنا دلتا دلتا اف نوت، والدلتا اف نوت هي دلتا اف 1 ناقص دلتا اف نوت، فتحتها بهذا الشكل حصل على العلاقه التاليه اللي هو دلتا اف نوت داش يساوي 1 على 2 اتش ناقص 3 اف نوت زائد 4 اف 1 ناقص اف 2. شوف احنا وين نريد جاي نحسب المشتقه، بس هنا يحتاج تركيز، هاي يحتاج هنا تركيز، انه جاي تحسب ادمن انت عند الاكس نوت، استخدم يا نقاط، استخدم نقطة الاف نوت، واستخدم النقطة اللي بعدها اللي هي اف 1، واستخدم النقطة اللي بعد الاف 1 اللي هي اف 2. يعني اذا نرجع لخط الاعداد، يعني شوف اف دا اف اكس نوت، اول شيء هنا ثلاث نقاط، بس سماها ثلاث نقاط، سماها فورورد ديفرنس، فورورد كلهن للامام، النقاط ثلاثتهن من الحاليه وصعد للامام كذا نقطتين. فنكتبها صيغه عامه اف داش اوف اكس، هاي صيغه اللي هي 3 بوينت فورورد ديفرنس، اي نقطه اكس تساوي ناقص اكس، شوف نفس الاكس، وهنا اكس زائد اتش يعني النقطه اللي بعدها، وهنا النقطه اللي بعدها اللي هي الثالثة تعتبر. فإذا شوف نرجع لخط الأعداد، يعني إذا أريد المشتقة هنا، إذا أريد المشتقة هنا مثلا، هذا خط الأعداد، أريد المشتقة هنا، أريد المشتقة بهذا بهاي النقطة، فإيش راح أسوي؟ هاي النقطة نفسها أضربها أضربها بناقص 3 إكس، الـ F هاي طبعا، الـ F أضربها، الـ F أضربها بـ 3 ناقص ناقص 3 بالاف اوف اكس، وهاي اضربها باربعه بس هي الامام اللي هي قدامها، وبعدين هاي الاخيره اجمعها بها، هاي الاخيره اللي هي الثالثه نقاط ثلاثه، هاي هي تصد بها 3 بوينت فورورد ديفرنس. طبعا نفس البروسيجر، اذا ناخذ عند اكس تساوي اكس 1، الار ايش راح تصير؟ هي اكس 1 ناقص اتش، اكس 1 ناقص اكس نوت على اتش، طبعا الفرق بين اكس نوت اكس 1 واكس نوت، يعني هي فرق بيناتهم دلتا اكس، والدلتا اكس هي اتش، فالار تطلع قيمتها هنا تطلع قيمتها 1، فتعوض بالمعادله، اذا ترجع تشوف تعوض بالمعادله اللي هي هاي، تعوض الار 1، تشوف هنا تصير 2 ناقص 1 1، فصير نصف، فتشوف هنا ترجع نصف، طلعت هاي العلاقه مالتك، هاي طلعت العلاقة. عوض طبعا هاي اكس 1، لان هنا اكس تساوي اكس 1، اذا عوضت هنا 1 بتطلع العلاقة بهذا الشكل، طبعا نفس الحالة افتحن بالطريقة السابقة نفسها راح تطلع العلاقة النهائية اف 2 ناقص اف نوت، اف 2 ناقص اف نوت، يعني وين جاي يحسب هو المشتقة؟ يحسب عند الاكس 1، عند الاكس 1 استخدم يا نقاط، طبعا هو هم 3 بوينت، اكو نقطة هي الاف 1 هنا، اكو نقطة هي الاف 1 هنا، الاف 1 اكو نقطه هنا هي الاف 1، بس بما مضروبه
مضروبه بصفر ما لها معاملها صفر. واستخدم يا هي الاف 2 والاف نوت. شوف هنا شو يسمونها هاي؟ هاي يسمونها 3 بوينت بس سنترال ديفرنس. يعني جاي يسوي هو عندما اذا نريد نحسب نرسم خط الاعداد، نرسم خط الاعداد وعندنا ثلاث نقاط، هاي نقطه وهاي نقطه وهاي نقطه، اعتبر هاي هي الواحد، هاي واحد وهاي اثنين، وهاي شو اعتبر النقطه؟ صفر. انا جاي امشي بهذا الاتجاه، فهو جاي يحسب المشتقه وين؟ جاي يحسب المشتقه هنا، جاي يحسب المشتقه هنا بهاي النقطه. فش استخدم هو؟ اذا شوف هنا انا شو استخدم؟ المشتقه عند النقطه واحد، استخدم اف 2 النقطه اللي قدامها ناقص النقطه اللي بعدها قسم على ايش قد؟ الفرق بيناتهن. هاي طبعا من هنا اتش، من هنا اتش، ومن هنا اتش، من هاي النقطتين اتش، فقسم على 2 اتش. اذا تنتبه قسم على 2 اتش، طبعا اذا اريد اكتبها بدلاله الاكس اكس، وهاي يصير اكس زائد اتش، من هاي اكس هنا واحد يصير اكس زائد اكس ناقص اكس ناقص اتش. هاي الطريقه يسمونها يطلقون عليها 3 بوينت سنترال ديفرنس، 3 بوينت سنترال ديفرنس. الحاله الثالثه اللي هو ات اكس تساوي اكس 2، تصير الار طبعا هنا تعوض اكس 2 ناقص اكس نوت، يعني فرق بيناتهم اكو نقطه ما موجوده اللي اكس 1، يعني بين الاكس نوت اكس 1 والاكس نوت، يعني اذا نعتبر هذا خط الاعداد وهاي النقطة وهاي النقطة الأولى وهاي النقطة الإكس نوت، هاي هي الإكس نوت وهاي هي الإكس 2. إيش قد الفرق؟ إذا أطرح إكس 2 ناقص إكس نوت هي تطلع 2، يطلع 2 إتش، فعوض 2 إتش، عوض 2 إتش قسم على طلعت النتيجة إيش قد؟ 2. عوضها بالمعادلة العلاقة الفوق اللي هي يعوضها بهاي العلاقة، يعوضها بهاي العلاقة اللي سبق وينها، تطلع العلاقة النهائية تكون بهذا الشكل، تكون بهذا الشكل. بس طبعا هنا هي هنا لا تنتبه، هنا هي اف 2، اف 2 طبعا بس فتح هذا طبعا دلتا اف نوت ودلتا تربيع اف نوت انه سبق وانفتح، تطلع العلاقة بهذا الشكل، تطلع العلاقة بهذا الشكل، هذا الشكل طلعت العلاقه. هاي العلاقه اذا تنتبه هنا، اذا تنتبه شوف هنا تركز هنا، يا هي جاي يحسب هي المشتقه عند من؟ عند الاف 2. شنو طلع هنا؟ وين صارت الاف 2 هنا؟ هي هاي الاف 2 بس يا نقاط استخدمها، مو الاف 3، مو النقاط اللي قدامها اف 3 واف 4، لا رجع لورا استخدم الاف 1 والاف نوت، رجع للخلف. فايش يسمونها 3 بوينت؟ يعني استخدم ثلاث نقاط باكورد ديفرنس، طبعا بالصيغه النهائيه تكون بهذا الشكل. طبعا هاي هي اللي هو يسمونها الفيرست اوردر، هذا اللي هن الصيغ. طبعا اذا اريد نتوسع اكثر انه هو مو 3 بوينت، اذا اريد مو 3 بوينت هي نفسها فيرست اوردر، يقول لا 4 بوينت بدل 3 بوينت 4 بوينت. فايش تصير؟ يا صيغه هاي الصيغه اذا تشوفها انت هي هاي ال 3 بوينت، لا تصير بهذا الشكل. اذا قال فورورد يعني راح تضيف التيرم، هذا تضيف التيرم المن تضيف لهاي المعادله، تضيف لهاي المعادله حتى تصير تصير عندك هنا 4 تيرمز 4 بوينت العفو وليس 3 بوينت. طبعا ونفس البروسيجر راح تصير النقاط تزداد ليس الا. نجي ناخذ مثال يقول لك جد المشتقه الاف اوف اكس اكسبونشال ناقص اكس تربيع ساين، يعني مشتقه نوعا ما خلينا نقول صعبه، جد اف داش عند الاثنين باستخدام شنو هو 2 بوينت ب 3 بوينت فورمولا، طبعا 2 بوينت صيغتين و 3 بوينت ثلاث صيغ، استخدم الاتش ستيب اللي هي بوينت 2، بعدين جد قيمه الايرور، جد قيمه الايرور ويا هي من هاي الطرق which is the best approximate، يا هي من هاي الطرق. طبعا كل الطرق هي تطلع قيمه المشتقه،
عند من؟ عند ال F داش عند الثنين. F داش عند الثنين. طبعا أنا إذا تنتبه إذا شفت هنا عند أي وحدة منهن عند أي نقطة يحتاج نقطتين قدامها، عند نقطتين قدامها ونقطتين الوراها. فأجي أنا عندي الثنين، هاي هي الثنين، هاي الإكس، هاي الدالة مالتي خليتها هنا، بس أعوض مكان الإكس، كل إكس أعوضها بالدالة فراح يطلع عندك القيمة. فعندي نقطتين، هاي الثنين أخذت نقطتين قبلها ونقطتين قدامها وعوضت هنا، تطلع هاي يعني هاي البوينت 1.6 أعوضها بهاي الدالة فراح تطلع هاي القيم. هاي القيم هي الـ f of x، فهاي هي النقطة الـ f2 اللي يريد يحسب بيها هو المشتقة. فنجي أول وحدة 2.4 forward difference، فالقانون هذا سبق وأن اشتقينا f dash of x يساوي النقطة اللي قدامها ناقص نفس النقطة f of على الـ h. الـ h ايش قد هنا؟ الـ h هو قايل هنا، قايل الـ h 0.2 اللي هو نفس الدلتا اكس. فشوف f داش اوف 2 يساوي f 2.2 ناقص f عند ال عند الثنين على ال 0.2، يعني يا f طبعا يستخدم بس الافات، الاكسات ما تستخدم لان انت الدلتا اتش، الاتش العفو الدلتا اكس والاتش هي كونستانت. فيا f كذا هو خذه هاي الاف قدامها ناقص الاف هاي الاف، بس عوضهن هنا اف 2.2 ناقص تطلع القيمة بهذا الشكل. هاي طلعت القيمة، هاي المشتقة عند اثنين باستخدام هاي طريقة 2.point difference. طبعا اذا اريد نستخدم الطريقة الثانية، نستخدم الطريقة الثانية اللي هي 2.point backward difference، راح تكون f داش اوف اكس تساوي f اوف اكس ناقص، لان هي نفس النقطة ناقص النقطة اللي بعدها، يعني عند ال f 2 ناقص عند ال f 1.8 السابقة. اذا نرجع اللي هنا، اذا نرجع اللي هنا نشوف هاي النقطة، هاي النقطة ناقص هاي النقطة ناقص هاي النقطة، النقطة السابقة، فطلعت القيمة بهذا الشكل. نجي للنقطة الحالة الثالثة 3.4 forward difference، فيستخدم يا نقطة 3.4 forward difference عند ال f of x تساوي f of x زائد، يعني ياخذ نقطتين اللي قدام عند نفس النقطة. فال f2 طبعا قسم على 2h 2 في 0.2، فياخذ f هو عند ال f داش العفو عند ال f داش 2، فاخذها عند الثنين وعند 2.2 عند 2.4 نقطتين اللي قدام، فتطلعت النتيجة بهذا الشكل. طبعا نفس البروسيجر نستخدم عندي ال 3 بوينت سنترال، السنترال هنا شويه تختلف، انه عند النقطه ما ياخذ عند النقطه الاف هنا، ياخذ عند النقطه اللي قدامها ناقص النقطه اللي بعدها. فشوف عندي الثنين خذ النقطه اللي قدامها عند 2.2 ناقص ال 1.8 قسم بس على ايش قد؟ على 2 اتش على 2 في 0.2 طلعت هاي القيمه مال المشتقة. طبعا نفس الحالة البروسيجر الثالث، بعدين رتبت النتائج بهذا الشكل. طبعا يريد يحسب الإيرور، خلينا نجي نحسب الإيرور. الإيرور شو نحسبه؟ شو نحسب الإيرور؟ أنا ما عندي قيمة exact solution حتى قارن وياه. طبعا هنا السؤال، بما أنه الدالة موجودة، هاي الدالة بما أنه الدالة هاي موجودة، فأقدر أحسب الإكزاكت. اشتقيتها، اشتقيت الدالة، طلعت هاي اشتقاق الدالة الأولى في مشتقة ثانية، زائد ثانية في مشتقة الأولى، أو بالمرحلة الأولى ما قلنا هذا اشتقاق الدالة، عوضت كل إكس مقدار 2 طلعت القيمة، هاي القيمة، هاي القيمة يسمونها exact value. فالإيرور الأبسوليوت إيرور شو يساوي؟ القيمة الحقيقية ناقص القيمة اللي نيوميريكال اللي أنا حسبتها، دائما الإكزاكت ناقص النيوميريكال، طبعا أبسوليوت على مود السالب والموجب. فاجي هنا انا هاي الطرق اللي استخدمتهن، هاي الطرق، طبعا هاي الانسرات اللي من ساعه طلعت يمكنهن فوق، هاي القيم حسبتهن كلهن، وهذا الاكزاكت هو ثابت، الفرق بيناتهن يطلع هو الايرور. فاجي اشيك هنا، فهي اقل ايرور، هاي هي 3 بوينت سنترال، اقل ايرور هي تعتبر شنو تعتبر بالنسبه لي؟ هي افضل
طريقة، هي أفضل طريقة. طبعا تقدر تحل تسوون هوم وورك، تقدر تحلوا لي تطلعون نفس القيم بس باستخدام الفور بوينت فورمولا، يعني ترجع نفس الصيغة هاي بس تضيف لها هاي الصيغة هاي اللي اشتقيناها، هاي تضيف لها تصير هذه التيرمات ثلاثة هذا اللي يضخ لنا، ونفس البروسيجر تحسب الاف نوت والاف 1 تطلع المعادلات مالاتهم. طبعا ما نريد نتوسع زايد، ونقدر نحسب المشتقة الثانية ترجع لهاي نفسها تشتقها مرتين تصير واحد على اش تربيع، طبعا هذا التيرم يروح، وهذا طبعا هنا يصير بس على اثنين واثنين تختصر دلتا دلتا تربيع هي بس تبقى، وهنا ثلاثة يصير ستة ار ناقص ستة على ستة اللي مفتوح ثلاثة يصير R ناقص واحد، فقط R ناقص واحد دلتا تربيع دلتا تكعيب F نوت إذا أريد المشتقة الثانية نفس الحالة. طبعا هذا هاي اللي هي طريقة نيوتن، مثل ما تعرفون طريقة نيوتن فورورد انتربوليشن، نقدر نستخدم طريقة نيوتن باكورد انتربوليشن نفس البروسيجر، هميش يطلع لنا صيغ، بس هي الصيغ هاي اللي معروفة اللي هي 2 بوينت باكورد 3 بوينت، لا طبعا اكو 5 بوينت، اكو 8 بوينت 7 بوينت، طبعا كل ما زادت النقاط تزداد الدقة، بس مو معناها كل ما انا اقدر ازود النقاط، لا مرات الداتا تجيني محكمة، تجيني الداتا مرات هي محكمة ما عندي نقاط اقدر استخدم ال 3 بوينت الا استخدم ال 2 بوينت، يعني شلون؟ خلينا نجي نشوف شلون بقى. يعني مثلا الداتا جتني بهذا الشكل، الداتا اجتني بهذا الشكل، اجت بهذا الشكل، اجت بهذا الشكل، وريد المشتقة عند الصفر مثلا، يريد المشتقة عند من؟ عند الصفر، يريد المشتقة هنا، يريد المشتقة هنا، فعندي يا افات الموجودة عند الصفر وعند البوينت 1 يعني اللي قدامها واللي قدام، ما عندي شيء وراها، ما عندي عند الناقص بوينت 5، فإذا من اريد اطلع المشتقة عند الصفر استخدم دائما الفورورد، حتى السنترال ما اقدر اشتغل بيه، فهاي هي. او اذا عندي مثلا يريد المشتقة هو مثلا عند الواحد، فهنا اذا اريد المشتقة اقدر اشتغل طريقة الفورورد والباكورد والسنترال والثري بوينت فورورد، شوف ما طول اكو نقطتين قدامها اقدر اشتغل الثري بوينت فورورد واقدر استخدم الثري بوينت باكورد، لان اكو نقطتين قبل الواحد، هاي طبعا هاي اللي اقول لكم بها انه هو الداتا هي مرات تحكم. طبعا اذا كان هاي كل اللي موضوع انه اخذنا الدلتا اكس هي كونستانت، طبعا اذا كانت الدلتا اكس مو كونستانت فلازم من الاشتقاق من البدايه من نرجع ما نستخدم طريقه نيوتن انتربوليشن فورمولا اللي هي تكون دلتا اكس تساوي كونستانت، لازم نستخدم طريقه لاغرانج انتربوليشن، يعني ما راح ناخذها احنا. طبعا لو نشوف مثلا هذا المثال، فشوف هذا المثال بقى هنا نحسب the following data giving the angular displacement difference interval time بالسكند، مطيني زمن ومطيني displacement إزاحة، زمن وإزاحة، هاي الجدول شريد هو احسب السرعة angular velocity عند الزمن 0.25 وعند الزمن 0.1 باستخدام نفس الطرق اللي أخذناها السابقة، يقول لك استخدم 2 point and 3.4، يعني ما حدد 3 بوينت هل هي الفورورد الباكورد السنتر، لا حسب انت هنا شوف هاي النقاط اللي متوفره عندك. طبعا السرعه نعرفها هي مشتقه الازاحه بالنسبه للزمن، يعني يريد المشتقه عند الزمن 0.02 عند الزمن 0.1، فاذا رتبنا هاي الداتا بهذا الشكل، رتبنا بهذا الشكل، خلينا نجي للنقطه اللي هي هاي رايده هو عند ال 0.2 هاي، طبعا ايش قد الاتش هنا؟ ايش قد الاتش؟ تشوفه تحسبه قد الاتش، الفرق هو 0.2، كل 0.2 جاي تزداد الاتش كونستانت، فاذا انا اريد المشتقه عند هنا عند ال 0.2 اقدر استخدم يا هي، بما انه عندي وحده نقطه قبلها اقدر استخدم يا هي 2 بوينت الفورورد والباكورد، ال 3 بوينت الفورورد اقدر اشتغل بها، ليش اقدر اخذ هاي الداله؟ هاي ليش اقدر اشتغل بيها؟ لان اكو نقطتين قدامها معلومات هاي وهاي، وهي هاي فصارت 3 نقاط، بس ال 3 بوينت باكورد هاي ما بس هاي الوحيده اللي ما اقدر اشتغل بيها،
ليش؟ لان احتاج نقطه، انا مو هنا جهه، احتاج نقطه وين صايره؟ صايره هنا معلومه عندي يا زمن، عند الزمن ناقص 0.02 واللي هو ما موجوده عندي، فهاي ما اقدر اشتغل بها. اقدر السنترال اقدر اشتغل بيه. ليش؟ لان انا جاي احسب عندي نقطه، جاي احسب عند النقطه 0.2، فاكو نقطه قدامها هاي ناقص النقطه اللي قبلها، هاي يسمونها السنترال. تقسيم ايش قد؟ طبعا هذا التقسيم 0.4 لان 2 دلتا اتش، يعني معناها هاي الاولى اشتغل بها نقاط، اقدر اشتغل فقط بهاي المعادلات، الاخيره ما اقدر اشتغل بها. بينما الحاله الثانيه عندي البوينت 2 عندي البوينت 1 اقدر اشتغل بهم، يا هاي طبعا الاولى اقدر اشتغل بها، الثانيه اقدر اشتغل بها، الفورورد 3 بوينت ما اقدر اشتغل بها، هاي ما اقدر اشتغل بها. بالحاله الثانيه راح تصير عندي هاي النقطه ما راح اقدر اشتغل بها. ليش؟ لان ما عندي، انا جاي اشتغل عندي البوينت 1، النقطه اللي قدامها موجوده بس اللي بعدها بعد اكو نقطه هنا غير موجوده، فما اقدر اشتغل بها. طبعا هاي اقدر اشتغل بها لان اكون قدامها، وهاي الاخيره اقدر اشتغل الباكورد اقدر اشتغل بها لان انا جاي اشتغل بهاي النقطه، فالثلاثه النقاط اللي قبلها هذا الثلاثه اللي قبلها واللي بعد واللي قبلها هذا اقدر اشتغل بهم. طبعا شكرا، تقدرون تحلون هذا السؤال. طبعا الاسر ما محضره انا، بس هو يعني سرعه بحدود هاي، بس اريد اوضح لكم الداتا اذا اجتني على شكل داتا تيبل اذا شلون يكون الحل. وشكرا.